عودة الحديث مرة أخرى عن الغاز الصخري لا يعني حسب الخبراء الشروع الفوري في عمليات الاستغلال والإنتاج، لكنها ستكون عمليات واسعة خاصة بالاستكشاف وتحديد الاحتياطات بدقة، وقد يكون الاستغلال ابتداء من سنة 2025، وهي فترة زمنية ستنخفض فيها تكاليف الاستخراج لحدود أقل من 4 ملايين دولار للبئر الواحدة، بدلا من 15 مليون دولار حاليا حسب خبراء. دراسة تحصل أتراك في 2015 بين يعني الكلفة في 2015 كانت بين 15 مليون دولار للبئر، ولكن التكنولوجيا الجديدة ربما في المستقبل تكون بين 3-4-5 مليون دولار للبئر، ولكن التكنولوجيا ما تجاش أقبل من 2020-2025. الأمر تاع السيد رئيس الجمهورية وكان واضح في 3 مجلس الوزراء، قال لك رانا في الاستكشاف ماناش في الاستغلال. الجزائر بعد 2019 ستجد نفسها أمام مفاوضات جديدة مع الأوروبيين بشكل خاص حول العقود طويلة للغاز الجزائري من حيث المدة والأسعار، والإسراع في تحديد احتياطات الغاز الصخري سيعمق الانطباع لدى الأسواق الأوروبية أن الجزائر ما زالت موردا رئيسيا بالغاز في المنطقة. بالغاز الصخري بالولايات المتحدة إلى حتى الدولارات تحت الدولارات، والجزائر راح مضرورة. الجزائر راهي مضروره لان السعر الجزائري سوتو على لي كونطرا الون تيرم حتى 2019 راه ماهيش مشكل، مي ابري 2019 كي يخلصوا لي كونطرا الون تيرم للجزائر راح تعاود في اعاده نظر في اسعار الغاز. جعل الغاز الصخري الجزائري اقل كلفه مرتبط بادخال تكنولوجيا استغلاله الموجوده حصريا عند الشركات الامريكيه، وهذا يتطلب تعديل مواد الجبايه في قانون المحروقات. واش تقول القانون المحروقات 2016 يقول لك يعني كي الاسعار تاع البترول يفوت 30 دولار لابد يعني نزيدوا الجبايه بين 5-50% للشركه اجنبيه. هذاك الوقت كان 100 دولار البريل، لابد هذيك الماده تتغير. منذ 4 سنوات شرعت الجزائر في حفر اولى ابار الغاز الصخري بعين صالح في ولاية تمن راسة كبئر نموذجية لدراسة الآثار الاقتصادية والبيئية، وجعلت هذا المشروع مصنفا في خانة الأنشطة الطاقوية الاستراتيجية.